بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الصيدلة المرحلة الثالثة. اليوم نستأنف محاضراتنا وياكم على الباثولوجي. شوي راح ناخذ سيستميك باثولوجي مثل ما أخذته بالمحاضرات الأولى على الجنرال باثولوجي. أتمنى أن تركزون وياي بهاي المحاضرات، عندنا وقت أقل من الساعة، هذا السبب أتمنى منكم أن تركزون وياي وانتبهوا عليه بالمحاضرة. موضوعنا اليوم هو غاية بالأهمية، الكارديوفاسكولار سيستم. بالكارديوفاسكولار سيستم عندنا هواي ديزيز، راح نتطرق للميجر ديزيز بهاي المحاضرة. بس قبل ما نروح نتحدث عن الديزيز، تتذكرون احنا قلنا انتو اخذتوا او بعدكم ما اخذتوا من دكتورة خالدة ودكتورة رجا محاضرات التيومر. التيومر يعتبر من المحاضرات المهمة، لأنه يعتبر الكانسر هو ثاني مسبب للديث بالعالم. هاي المحاضرة غاية بالأهمية، ليش؟ لأن راح نتعامل ويا المجرم رقم واحد بالعالم، وهو المسبب رقم واحد بالعالم، هي الكارديو باسكولار ديزيز. فتجي في أول القائمة الكوز أوف ديث تعود إلى الكارديو باسكولار ديزيز، ورقم اثنين تروح الى الكانسر ديزيز. فلهذا السبب احنا نتعامل ويا هاي المحاضرات في اهميه قصوى. واحد من هذه الامراض اللي راح ناخذ عليها وهو مرض العصر، الهايبرتنشن. ارتفاع ضغط الدم يعتبر من امراض العصر، وهو الى مسببات راح نتطرق لها. بس هو ده نشوف احنا مثل ما تعرفون انتم بالفيزيولوجي، اخذتوا عندكم السيستوليك بلاد بريشر والدايستوليك بلاد بريشر. واحد يعتمد على التقلص الفنتريكل وانبساط الفنتريكل، فهذني كونتراكشن اند ريلاكسيشن لما يصير عندنا بالمسل موفمنت. فلهذا السبب ارتفاع ضغط تعريف الهايبرتنشن. بعض الكتب اللي كنا ندرسها قبل يقول لك اذا صعد يعتمدون دائما على الدايستوليك بريشر، يقول لك اذا الدايستوليك بريشر وصل ل 90 ملم ميركوري نعتبره، او اعلى من هذا الرقم نعتبره هايبرتنشن. بعدين التعاريف تغيرت، دخلوا بسيستوليك بريشر من 140 على 90، وبدت اختلافات هواي، اكو كونتروفيرسي بالتعريف اللي يعتمدون عليه، هذا الشخص هايبرتنسيف لو مو هايبرتنسيف. ومع ذلك راح اتطرق لكم لهذا الموضوع وارفق لكم اياه بجدول بنهايه المحاضره. بس اذا احنا نعرف الهايبرتنشن وهو اللي ارتفاع بالسيستوليك او بالدايستوليك بريشر او اثنيناتهم يرتفعان ويصير عندنا هايبرتنشن. اسباب الهايبرتنشن، الكوزز اوف هايبرتنشن 90% برايمري. شنو برايمري اسينشال هايبرتنشن؟ يعني ما نعرف السبب. 90% الكوزز اوف هايبرتنشن هو ايديوباتيك، ما نعرف السبب، لهذا السبب نطلق عليه برايمري. بس بعدين اكو عندنا 10% لها اسباب، بس 5% من العشرة هي رينال ديزيز. يعني اول ما نفكر احنا شو نسوي من يجينا شخص يصير عنده او نشوف عنده هايبرتنشن، ودائما بالهايبرتنشن احنا نشوف الاول قراءة مرات ما نعتمد عليها. ليش؟ مرات الشخص يسموه وايت كوت فير اوف هايبرتنشن، فمجرد يشوف الطبيب لا صدر يدق ضغطه يصير عنده تفاؤل، راسا يشوفه يرتفع ضغطه تلقائيا ويكون هاي قراءه كاذبه. فاحنا لازم اول مره نسولف ويا المريض، الى ان يصير شوي المريض فاميليار وذ فيزيشن، بعدين بذيك اللحظه نقيس البلد بريشر ونشوفه مرتفع لو ما مرتفع، واكثر من قراءه نعتمدها. مع ذلك احنا شو نقول؟ نقول الهايبرتنشن البرايمري هايبرتنشن الكوزز مالته النون، يعني نقول عليه برايمري 90%. 10% نصها تنقسم للرينال ديزيز، اي كوز بالرينال ديزيز. ها فتدرون انتم الرنين والانجيوتنسين والانجيوتنسين كونفرتيف انزيم، وانتم صيادله تعرفون اغلب الادويه تستخدموها لعلاج الهايبرتنشن انه يشتغل على الانجيوتنسين كونفرتيف انزيم. فلهذا السبب نشوف احنا الكلى تلعب دور كلش مهم بالسيطرة على على البلد بريشر، ارتفاع الالدوستيرون والانجيوتنسين للسورتيشن للوتر والصوديوم
وبهذا السبب راح يصير سيستميك انكريز بالبلد بريشر. الاذر كوز اوف بلد بريشر عندنا الاندوكراين ديس اوردر. الاندوكراين ديس اوردر هواي من ضمنها الكوشنج سندروم، الفيوكروموسايتوما هاي تاخذوها بمحاضره التيومر، ها الهايبر ثايرويديزم. بالفيوكروموسايتوما راح تشوفون فانيلين ماندليك ازيد يزداد، راح تشوفون الميتانفرين يزداد، كل ذني راح تشوفوهن باراميتر تزداد نتيجه الاندوكراين ديس اوردر. من الاسباب اللي اخرى اللي تسوي زياده بالبلد بريشر هو سي ان اف ديزيز، سنترال نيرفس سيستم انكريز انتراكرينال بريشر، وجود تيومر اكيوبايد تيومر بالبرين، كل هذا اللي يسوي انكريز بالهايبرتنشن، يعني يصير هايبرتنشن. وكذلك اكو حاله عند الحوامل اذا تريدون تشوفوها ان شاء الله يكون شرحي مو سريع وياكم طلاب، بس اريدكم تركزون وياي. البريجنانسي واحده من تسمم الحمل نصيح للبريكلامسي والكلامسيه، شو يصير عندهم؟ يصير عندهم هايبرتنشن، وبعض الاحيان يكون مالجنت هايبرتنشن. ما ينزل هذا الهايبرتنشن الا نسوي اندكشن بعض الاحيان اوف ليبر، انديوس ليبر، على مود ما نسوي اندكشن اوف ليبر الا بعدين يبدي نقدر نسيطر على الهايبرتنشن. وبعض الاحيان يكون هذا الهايبرتنشن اللي يصير ديورنج بريجنانسي نصيحه توكسيني اوف بريجنانسي او بريكلامسيا اللي تنتهي بالكلامسيا، بعض الاحيان يكون فيتال وقاتل. هذا السبب لازم نعرف ان نعالج الهايبر. هذه باختصار الاسباب الرئيسيه والعامه للهايبرتنشن. اتمنى من عندكم كلكم تقروها وتركزون عليها. اللي يهمنا بالباثولوجي شنو الباثولوجيكال فايندينج اللي راح نشوفها؟ هواي شغلات راح نشوفها بالهايبرتنشن، بعضها تكون سبيسيفيك وبعضها تكون نون سبيسيفيك. ليفت فنتريكولر هايبرتروفي، مو راح يصير انكريز الورك لود على الفنتريكول نتيجه الانكريز بلاد بريشر، تدرون يصير الكاردياك اوت بوت يزداد، والريزيستنس مال البلد فصل اتجاه الكارديوك اوتبوت البلد سبلاي اللي يمر بالفصل هذا راح يولد بلد بريشر. فراح يصير من يزداد الهايبرتنشن، اما تزداد بالالاستيسيتي تقل مال البلد فصل او يزداد الكارديوك اوتبوت، بالنتيجه راح يصير بالكومبنساتوري ميكانيزم بالهارت، راح نشوف الليفت فنتريكل يصير بكومبنساتوري هايبرتروفي. من يصير بكومبنساتوري هايبرتروفي على مود يسوي شويه يسوي كومبنسيشن فور انكريز الريزيستنس الموجوده بالبلد فازل بالاضافه للكاردياك اوتبوت. فهذا لان ازداد الهارت وورك لود راح يزداد الاوتبوت راح يزداد من الهارت. فلهذا السبب اول شيء راح نشوفه هو هايبرتروفي، خصوصا بالليفت فنتريكل هايبرتروفي. بينما بالمورمناري هايبرتنشن راح نشوف بالاتري يصير هايبرتروفي مو بالفنتريكل، ونفس الشيء او بعض الاحيان العفو بالرايت فنتريكل هم راح نشوف الهايبرتروفي بالرايت فنتريكل. الاسباب الثانيه اللي تسوي نشوفها بالباثولوجيكال فايندينج هي الارتريوسكلوروسيس. هسه راح نحكي على الاثيروسكلوروسيس والارتريوسكلوروسيس بصوره عامه. شو يصير بالاثيروسكلوروسيس؟ والاثيروسكلوروسيس صح هو من الباثولوجيكال فايندينج اللي تسوي لنا هايبرتنشن اللي نشوفها بالهايبرتنشن، وبنفس الوقت الاثيروسكلوروسيس هي راح تكون احد المسببات بعض الاحيان للاذر ميجر ديزيز بالكارديوفاسكولار سيستم، للانجينا، للمايوكارديال انفاكشن اند اذر. والفايندنج الاخيره راح نشوفها وهي كرونيك باسيف كونجستشن، يصير كونجستشن بالبلد فلو بالفيناسرتين، هذه راح نشوفهن بصوره عامه بالهايبرتنشن. بهذا القدر نكتفي عن محاضرة الهايبرتنشن. هسه راح نتطرق الموضوع ثاني لا يقل أهمية عن الهايبرتنشن. نفس الوقت أتمنى من عندكم طلاب أن تركزون، هاي المحاضرات شوية مهمة لكم. راح نأخذ موضوع الأثيروسكلوروسيس. الأثيروسكلوروسيس هم من أمراض الشائعة جدا واللي تسوي العديد من الكومبليكيشن. هو مالتي فاكتوريال degenerative disease multifactorial، هو أسباب من ضمنها الهايبرتنشن. يتميز ويكون الأثيروما البليك. وين تصير؟ تصير تعرفون بالفيزيولوجي البلد فازل لاير الأنتيما والبروبريا والماسكلارس لاير والأدمنتيشيا، وذني
اللاير اللي تحيط بالبلد بطل، وين راح يصير هنا البليك؟ راح الاثروما البليك راح يصير مباشره على الانتيما مال بلد بطل. بعدين الاثروسكلوروسيز الكومبليكيشن راح يسوي لنا اياها، راح يسوي لنا اسكيميك هارت ديزيز، راح يسوي لنا انجاينا، راح يسوي لنا مايوكارديال انفاركشن، راح يسوي لنا بعد شي يسوي لنا كارديو فاسكولار اكسيدنت، احتمال يصير راسا سدن ديث، احتمال يصير عندنا ايورتيك نيوريزم. ليش اكو اثروما بليج موجوده وين؟ على الانتيما مال بلاد فاصل. هاي راح تسوي ويكنينج باللاير مال بلاد فاصل، ومن يصير بيها ليك وثينينج ها وتضعف، راح بالنتيجه راح يصير نيوريزم، يصير انتفاخ، وانتفاخ موجود يصير نفاخ بالفصص، وهذا يكون معرض باي لحظه يصير بي رابتشر وسادن ديث. وبالاضافه لذلك البريفيرال فاسكولار ديزيز اند نيفرو انجيوسكلروسيس، خصوصا اذا اثر على الكلى وقد ينتهي بلومرونفرايتس، قد ينتهي برينال ديزيز، قد ينتهي برينال فيلر، وهذا او رينال امبيرمنت، وكل تسبب نتيجه الاثيروسكلروسيس لتصيب البلد فاصل لتغذي الكدني والجلومرولاي. الريسك فاكتور شنو هي الريسك فاكتور بالاثيروسكلروسيس؟ الايج، كل واحد ما يتقدم بالعمر راح يكون هاي ريسك للاثيروسكلروسيس. مو يعني مثلا العمره بالعشرينات مثل عمره بالخمسين او الاربعين او الستين، فهذول يكونون هاي ريسك. بعد اللي هاي ريسك شافوهم الميل اكثر ريسك من الفيميل بالاثيروسكلروسيس، يعني اذا الميل عمره 40 والفيميل عمرها 40، لا الميل يكون اكثر ريسك من الفيميل اذا كانت الاذر فاكتور او اذر باراميتر اعتبرناها ثابته ثابت. ها اذا المتغير عندنا شنو هو؟ هنا الجندر، فالجندر شفناه ياثر كلش عندنا بالاثيروسكلروسيس، فالميل يكون مور ريسكي فور susceptibility for atherosclerosis than female. الفاميلي هيستوري، شافوا عوائل يمشي يصير عندهم atherosclerosis اكثر من غيرهم، فاذا الى علاقه بالجينيتيك انهيريتنس، وهذا كله مهم. بعد الليبيد ريتش دايت، نوع الاكل، الاكل هل هو اكل صحي او اكل غير صحي؟ شوف الاكل كله يحتوي على دهون، كله غني بالدهون، واكل ان شاء الله نفتح شهيتكم، شوف ريوغا باتشل وريوغا باقل لو دهن، لو ريوغا كليتة غدا تشريب وعشاء كباب، فكليتة يكون الأكل مالتا ريتش بالفات. هذه الفاتي ماتيريال كليتة يصير بها ديبوزيشن بالأنتيما، يصير فات فتريك وتدخل بالأثيروسكلروسيس. يبقى بعد شنو هو الهايبرتنشن؟ ذكرناها، قلنا الهايبرتنشن واحدة من الأسباب اللي تسوينا الأثيروسكلروسيس، وكذلك الديابيتك ميليتاس. الديابيتك ميليتاس هي كذلك بحد ذاتها هذا الديزيز داء السكري، يقدر أن يسوي لنا نيوروباثي، يقدر يسوي لنا باثي بالبلد فازلز وأنجيوباثي، وبالنتيجة تكون معرضة للأثيروسكلروسيس. والرسك الأخير اللي يخليه بهاي المحاضرة وهو السموكينج، التدخين. كنا قبل نخاف من الجيجاير، فسجدت النرجيلة، وجدت أنواع الجيجاير المختلفة، فبعد ما نعرف هنا السموكينج تدرون إيش قد مستوى السموكينج هنا تأثير مالته أكوموليتيف، يعني بين قوسين إذا كان يدخن جيجارة لو جيجارتين شيء أكيد الأثر يكون أكثر كل ما يزداد العدد مال السموكينج، أما إذا دخن نرجيلة فبعد هذا حدث بلا حرج قد راح يكون الريسك مال الاثيروسكلروسيس. الباثولوجيكال فايندينج اللي راح نشوفها هنا بهذه المحاضره بخصوص الاثيروسكلروسيس، احنا ركزنا باللي بيها عدد فضل على الانتيما. هنا سب اندوثيليال فاتي ستريك، راح يصير عندنا شريط فاتي ستريك بالسب اندوثيليال بالبلد فضل. بعدها راح يصير انتيمال فايبروسيس، الدور تتكون الاثيروما، الاثيروما البليك منين متكونه؟ تتكونه من الكوليسترول محاطه فايبروس كبسول، وهو هذا الباثولوجيكال فايندينج
مال اثيروسكلروسيس. من الجلب ليك اقول هذا الكوز الباثولوجي هنا هو اثيروسكلروسيس. شلون الباثولوجي مال اثيروسكلروسيس؟ لان دي يصير كوليسترول ريش ديبريس موجوده محاطه بالانتيمال سب اندوثيليال اوف بلاد فازل ومحاطه فايبروس كبسول وتسوي لنا الاثيروسكلروسيس. الاثيروما ايش راح يصير بيها؟ هي ريسك فاكتور راح تكون، راح تسوي لنا الاثيروسكلروسيس عن طريق الاثيروما البليك، تسوي لنا كومبليكيشن. واحد هاي كومبليكيشن اذا صارت الاثيروما بسمول بلاد فازل بالارتري اللي يغذي الهارت كورونري ارتري او ما شابه، راح تصير بي هذه الاثيروما راح تسد الارتري، راح تسد البلاد سبلاي او راح تقلل نفوذ البلاد سبلاي، تسوي ناروينج بالبلاد فازل وتسوي لنا انجاينا. او بعض الاحيان تسوي لنا كومبليت اوكلوجن للبلاد فازل وقد تنتهي بام اي مايوكاردال انفكشن، او تسوي لنا كونجستيف هارت ديزيز. بعض الاحيان يصير بها رابتشر، ومن يصير بها رابتشر ايش راح يصير؟ هذه راح يصير عندنا ثرومبوسيس لو امبولاي. اذا تتذكرون احنا بالمحاضره اللي سبقت الهيمودايناميك ديس اوردر قلنا الامبوليزم 90% من الامبوليزم هي ثرومبو امبولاي، 100 من هاي الاثيروما يصير بها رابتشر وتنتقل بالسيركوليشن وتهاجر وتوصل الى مكان تسوي لنا كلوجن للبلد فازل او تسوي رابتشر اثيروما وقد تنتهي بالمايوكارديال انفكشن. او بعض الاحيان هاي قلتها انا النقطه الثالثه الاخيره قلت لكم السويكنينج اوف تونيك ميديا بالبلد فازل وتسوي لنا نيوريزم، وهذا النيوريزم راح احتمال يكون عنده بالمقابل يصير بيه ريسك مال رابتشر وينتهي بديث. المحاضرة مهمة بس الوقت مالتنا ساعة، لهذا السبب شوية راح أسرع وياكم طلاب. أتمنى أن تكونون وياي بهاي المحاضرة، تركزون عليها. فالطلابنا الأعزاء بالإسكيميك هارت ديزيز، أظن هذا الانترابشن اللي صار لنا بالمحاضرة، إسكيميك هارت ديزيز أثيروسكلروس كورونار أرتري يمكن أن يسوي لنا إنجاينا بكتورس، أو يسوي لنا مايوكارديال إنفكشن، أو يسوي لنا كونجستيف هارت ديزيز. هسا راح نجي أو كونجستيف هارت فيلر، نعرف كونجستيف هارت فيلر، راح نجي هسا على التايب أوف إنجاينا. عندنا ثلاث أنواع من الإنجاينا. عندنا الفاريانت انجينا اللي نسميها بريزنت ميتال انجينا، بريزنت ميتال انجينا او الفاريانت انجينا، ان انا مجرد يصير سبازم بالبلد فازل لتغذي الهارت، مثلا شخص تعرض الى بروده مفاجئه بجو كلش بارد راسا قام يوجع صدره كمشه صدره، مجرد ان يصب مكان كذا يرجع نورمال، هذا يكون ريفيرسبل. سوري هذا يكون ريفيرسبل. ليش؟ لان راح المسبب مال سبازم صار لاكسيشن بلاد فازل رجع للبلاد سبلاي، هاي الفيرينت انجينا. عندنا الستيبل انجينا هم نفس الشيء، هنا أنا يصير ناروينج بالبلاد، ناروينج بالارتري، قل البلاد سبلاي، هنا أنا ما ينفقد البلاد سبلاي بس يقل نتيجه اثيروما شويه سدد من بلاد فازل، وهذا البلد فازل قللت نفوذ البلد سبلاي للهارت ماسلز وبالتالي سوت لنا انجينا وكانت ستيبل انجينا. ونفس الشيء اذا وصلها جود اوكسجينيشن وجود بلد سبلاي راح ترجع تشينجز الباثولوجيكال تشينجز للصير بالهارت ترجع ريفيرسبل. فاذا عندنا البرينز ميتال انجينا والستيبل انجينا اثنيناتهم ريفيرسبل باثولوجيكال تشينجز تسوي لنا، يعني السيل انجري اللي يصير بيها اول محاضره اللي اخذتوها انتم عند الدكتوره خالده، السيل انجري بالسيل انجري راح يكون ريفيرسبل. اما الانستيبل انجينا كريشندو انجينا هنا هاي الانجينا ايش راح يصير؟ راح يصير كلوزز بالارتري تنتهي فايبرين ثرومباي، وهذه الانجينا انستيبل انجينا راح نعاملها معامله الام اي مايوكارديال انفاكشن. ليش؟ لان راح يصير بها فايبروسيس وين يصير؟ بمكان الديد مايوسايت، لان هنا راح يصير نكروسيس وراح يجي بمكانه فايبروسيس.
الانستابل انجينا راح يصير معاملتها والباثولوجيكال تشينجز اللي راح نشوفها تقريبا تكون مشابهه للمايوكارديال انفاكشن. الان نحكي على المايوكارديال انفاكشن هو الاسكيميك نيكروسيس اوف مايوكارديوم. ليش؟ لان هنا أنا ما راح يوصل كومبليت اوكلوجن اوف بلاد سبلاي تو ذا هارت مسل. من يصير كومبليت اوكلوجن اوف بلاد سبلاي تو ذا هارت مسل راح تنتهي اسكيميا، وهاي الاسكيميا تنتهي بسيل انجري، تنتهي بسيل ديث، نيكروسيس اوف مايوكارديوم. وشنو نوع النكروسيس اللي يصير بالمايوكارديوم انفاكشن؟ تتذكرون بمحاضرة الدكتورة خالدة قدمت لكم النكروسيس انها كوجيلاتيف نكروسيس. كوجيلاتيف نكروسيس اذكركم بالمحاضرة المفروض تذكرونها الدكتورة خالدة، يصير الاركيتكتشر نفسه ما سيل ثابت، يصير شوية بيل قد يصير يلو، بس التركيب والشيب والستركتشر كلها ما سيل يكون ثابت بالمايوكارديال انفاكشن كوجيلاتيف نكروسيس. وين يصير هذا الانفاكشن؟ اما يصير عبر المسلس كلي تسانس ميورال مايوكارديال انفاكشن، او بعض الاحيان يصير سب اندوكارديال مايوكارديال انفاكشن. الباثولوجيكال فايندينج هذا مهمة جدا ودائما اجيبها بالامتحانات ودائما الطلاب يخطئون بالاجابة، واتمنى من عندكم تركزون عليها. اهم شيء عندنا نشوف الباثولوجيكال فايندينج راح نشوفها بالام اي مايوكارديال انفاكشن. واحد اول 6 ايام بغير الانفاكشن شو راح يصير عندنا؟ تطلع الاكيوت انفلاماتوري سيل وهي النيوتروفيل البوليمورف نيوكلير سيل النيوتروفيل. اذا اول شيء الاكيوت انفلاماتوري سيل تطلع عندنا مثل ما ماخذين انتم بمحاضره الانفلاميشن الاكيوت انفلاميشن. فاذا اول 3 ايام يصير عندنا النيوتروفيل، من عبر اسبوع تصير 3 إلى 7 ايام، صرنا بالاسبوع الاول راح تروح النيوتروفيل تجيب مكانها الماكروفاج. وتدرون الماكروفاج هي الانفلاماتوري سيل اوف كرونيك انفلاميشن. برا اسبوع الى اسبوعين راح تجي جرانيليشن تيشو فورميشن، وبرا شهر الى شهر ونص راح يصير سكار فورميشن. فهذا ان جنرال اللي نشوفه بالباثولوجي بالمايوكارديال انفاكشن. اما المايكروسكوبيكال فايندينج الديد سيل اللي راح تصير واضحه سيل نكروسيس خلال 24 ساعه افتر انفاكشن يكون كلش واضح. بالمايكروسكوبيكال تشينجز اول مره راح نشوف بلا فلوت باي يلوينج ازرفت اوف بوس بوليمورف، هاي قلناها كوجريتيف نكروسيس، هاي مواصفات اللي نشوفها. بعدين الريدرينج اراوند ذا بريفري نتيجه الريبريفيوجن اوف ذا بلاد وجرانيليشن تشو ووايت سكارينج. هذه هي المواصفات مال كوجريتيف نكروسيس اللي تاخذتوها بالمحاضره الاولى. الدايجنوسيس هنا أنا صح الدايجنوسيس كلش مهم، بس ما راح تركز بي عليكم حالكم حال الأطباء. الدايجنوسيس أول مرة نشوف الهيستوري يجيك male age old elderly smoker alcoholic أو ما شابه عنده وايرس فاكتر ها family history يجيك chest pain آخ صدري يوجعني. شنو chest pain وصف لنا؟ مرة يقول حرقة بصدري، مرة يقول فتشينة بصدري، مرة يقول طعنة بصدري، مرة يقول مخنوق، مرة يقول محتصر. أهواي يجيك الوصف اللي يجيك، وحتى إن كان سيمبل بين هم ما أهم له. ومرات يقول لك ثقل أحس بيد اليسرى أو ثقل بيد اليمنى، غالبا بيد اليسرى. مرات يقول لك ها شفي ها الفتش الأسفل أو أسناني توجعني. بعض الأحيان يجي على شكل فقط دوخة وفوميتينج. فإذا الهيستوري حتى إذا بدون chest pain إذا كان الشخص ريسكي خصوصا أهل الديابيتيك ميتر ما يجي chest pain، ما يجي يعرق بساع ويختنق وما يركز ها، وبعدين يصير عنده heaviness وبعدين heaviness وتبدي هاي الأعراض مال myocardial infarction. اللاف فايندينج كلش مهمة. باللاف فايندينج راح نشوف اكو عندنا كيميكال ميدييتر او كيميكال ماركر مثل السي كي الكرياتينين كانوفوسفيت والتروبونين اي، هذين الماركرات كلش مهمه نشوفهم يساعدا بالمايوكارديال انفاكشن. بالاضافه للاي سي جي تشينجز الكيوف تطلع لنا، بس بالسب اندوثيليال كارديال مايوكارديال انفاكشن ما نشوف الكيوف، ولهذا السبب
لما انت بالتخطيط مشوف الكيو ويف مو معناها المريض ما بي شيء فتكون انت حارس وتتحفظ انت صح اكو 12 او 13 او 15 ديفرنشال دايجنوستس للتشيست بين بس انت دائما خلي الورث ها للام اي للانجينا وبعدين شويه شويه انزل خلي يعني ابسط شيء قد يكون التشيست بين ماسكولوسكيليتال بس هذا ما خلي ان توب اوف دايجنوستس اخلي ان توب اوف دايجنوستس كيميك هارت ديزيز لان ان خطأت بيها قد افقد المريض اما ان خطأت المريض عنده ماسكولوسكيليتال وان اخطأت مو مشكله ما راح افقد المريض اذا الكومبليكيشن مال مايوكارديال انفاركشن الكومبليكيشن مال مايوكارديال انفاركشن تشمل ان الهيموبريكارديوم قد يصير بليدنج وين بالبريكارديوم وسالناكم ديك المره اكوموليشن اوف ذا بلاد الهيماتوما وغيره هذا مثال على هيموبريكارديوم قد يصير عندنا امبلاي قد يصير انفكشن بريكارديتس او نيورزم مثل ما صار عندنا ارتريال نيورزم وايورتيك نيورزم قد يصير عندنا فنتريكولار نيورزم الدريسلر سيندروم هذا جبت سؤال في احد السنوات يصير اوتو اميون بريكارديتس برا الام اي في برا يصير عنده اوتو انتي بودي اجينست ذات نيكروتيك مايوسايت ويصير بيها يصير بيها سايلنس سبتم اوف اكيوت انفلاميشن وكلش مهمه هذه بالاوتو اميون ديزيز وجبتها سنة من السنوات الموضوع أعتقد الأخير بهاي المحاضرة الموضوع قبل الأخير هو الروماتيك فيبر روماتيك فيبر هو إميون ديزيز ليش هنا إميون ديزيز؟ هنا الجسم يكون أنتيبادي أجينس ستريبتوكوكس واحد صارت بلعيمة بستريبتوكوكس انفكشن هذا الجسم سوى أنتيبادي ضد ستريبتوكوكس انفكشن بس لكون هاي ستريبتوكوكس أنتيجين ها تشبه ال الكاردياك مسل فايبر تشبه المايوسايت فبمكان ما يجي الانتيبادي يضرب الستريبتوكوكس راح يضرب الهارت فهذا نسميه كروس رياكشن والفايندنج اللي نشوفه هواي واحده من عندها بالروكس اندوكارديتس الوارت لايك ليجن ان ذا فالف ليفلت او نشوف الاشوف بديز هاي دائما نجيبها بالام سي كيو وهي عباره عن فايبرينويد نكروسيس سراوند باي مايكروفاج وين بعد نشوف الفايبرينويد نكروسيس هذا كوز عليكم اريد ان تكون جاوبوني على بالمحاضره الثانيه فايبرينويد نكروسيس نشوفه بعد وين من يجاوبني بالكدني وين 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 عليكم كوز هذا اذا هم واحده من الباثولوجيكال فايندينج نشوف هاي الاشياء بديز بالاضافه الى البريكارديتس الوقت بعد ما يسعتنا لازم شويه نسرع وياكم طلاب الدايجنوسيس تعتمد على جونز كرايتيريا جونز كرايتيريا يقسمها الى ميجر كرايتيريا وماينر كرايتيريا الميجر كرايتيريا بولي أرثرايتس يعني شنو معناها إيدة توجعة اليمنى شوية ركبة تقوم توجعة شوية إيدية الثانية تقوم توجعة شوية النية تقوم توجعة الكاحل يقوم يوجعة فإذا أكثر من مكان بولي أرثرايتس أكثر من جوينت يقوم يوجعة في نفس الوقت هذه بولي أرثرايتس وبعض الأحيان يصير عندنا أكو فرق بين الروماتيك فيبر والروماتويد أرثرايتس شنو الفرق بيناتهم؟ مرات يكون هناك الألم ساعة توجع إيدي اليمنى دور صار زين راح إيدي أكو مايجريتوري أرثرايتس وأكو بولي أرثرايتس هذا إني كلش مهمة نعتبرها بولي البولي أرثرايتس من الميجر كرايتيريا بالجونز كرايتيريا بعد شنو عندنا الكارديتس الكارديتس اللي نقدر نشوفها ونميزها عن طريق الفيبر وعن طريق الإيكو ستديو وعن طريق الإي سي جي فنشوفها وكذلك عندنا الكوريا الكوريا هي كلش مهم تعريف الكوريا هي سيمي بيربس موفمنت شوف هذا من يلاحظ هالكوريا يلاحظ هالكوريا المعلم المدرس الام بالبيت تشوف ابنها تصير عنده مثل السوله شو قاعد شوي يريد يخلي ايده على شعره ويبطل يريد يمشط يبطل يريد يخلي ايده بجيبه ويبطل يريد يمد ايده على صاحبه ويبطل حركات غريبه عجيبه سيمي بيربس موفمنت يعني يريد يسوي من عندها غرض ويعوف الغرض ما يأدي من عندها هاي كوريا إذا هاي دائما إيش عبالة خطية الطالب يشبع بسط بالمدرسة كل ساعة عبالة يريد يتحرش بزميله لو يريد يضرب زميله ويغير حركته فيجي ابنكم وكح وكذا هاي يشكي من عنده وإذا هي تطلع لأن هاي الطبيب ما يشوفها لما يجيبوا للطبيب هاي تطلع بأوقات طويلة كل ساعة ساعتين قاعد طفل وإذا صير عنده كوريا فالكوريا كلش مهم بالدياجنوسيس مال روماتيك فيبر
والاريثيما اندوراتم سبكتانس نوديول نشوفه زائد الاريثيما مارجناتم اللي نشوف بيها اريثيما بكل مكان نصير بالسكن، وهذني ميجر كراتيريا. نجمع الميجر كراتيريا ونشوف الماينر كراتيريا، الفيبر، انكريز الاي اس ار، انكريز السيلكتيف بروتين، الليكوسايتوزيس، البرولونج بي ار انترفل بالاي سي جي، الهستري مال روماتيك فيبر، هستري مال روماتيك هارت ديزيز. هذا نجمع منه ومنه كراتيريا الى ان نقدر نوصل للدايجنوستيك مال روماتيك فيبر. روماتيك فيبر فيها كومبليكيشن، اذا عفناها قد تسوي لنا انفكشنز اندوكاردايتس، قد تسوي لنا امبوليزم، قد تسوي لنا فالفولار ستينوسيس، قد تسوي لنا فالفولار انسفيشنسي يعني ريجيرج، وقد تسوي لنا كونستركتيف بريكاردايتس. وكل هذا ني كومبليكيشن فيري ريسكي. لهذا السبب مرات يسوون اطباء الاي ان تي بروتكشن، يشيلون التونسل على مود ما يبقى مكان للستربتوكوكس والصيب، ويصير الاوتو انتي بودي كروس رياكشن توورد ذا هارت ماسلز. الموضوع الاخير بهاي المحاضره، اتمنى ان تركزون وياي اخر 5 دقائق واعطيكم فرصه ترتاحون بيها. طلاب ركزوا وياي، انتبهوا وياي، صح المحاضره شوي اسرعنا بيها لكون الوقت كله ضيق. الوقت هو عباره عن ساعه تقريبا، الساعه بدات تستنفذ. طلابنا الاعزاء، اريد من عندكم ان تركزون على الانفكتيف اندوكارديتس. عاده الانفكتيف اندوكارديتس يصير بالبكتيريا، احتمال يصير بالفنجس، بس بالفيروس مو موجود. بس انا اقول هسه بما ان جت الكورونا، كورونا ما توقع كل شيء تسوي، فاني اشك ان كورونا ما تسوي لنا انفكتيف اندوكارديتس. والله المفروض واحد يركز بحوثه على هذا الشيء، لان كل شيء قام يسوي كورونا، انا اعتقد الكورونا سوى انفكتيف اندوكارديتس. صح هي مسجله بكتيريا ومسجله فنجال، بس الكون اسلوب الكورونا اللي تحدث بهاي الاسباب، كورونا فايروس تسوي لنا ابنورمال برزنتيشن، فاعتقد راح تسوي ابنورمال برزنتيشن تسوي اندوكارديتس. انا دا ابحث في هذا الموضوع. البريديسبوزنج فاكتور هي روماتيك اندوكارديتس كونجنتال ديفكت، ثيرابيوتيك انترفينشن، واحد سووا له قسطره واثناء القسطره صار انفكشن او سبسيس انتقلت للهارت. اذا نركز على الباثولوجيكال فايندينج والكومبليكيشن، هذا اخر سلايد، ركزوا يا طلاب، خلصنا ان شاء الله المحاضره. الباثولوجيكال فايندينج، اما فالفولار اندوكارديتس يصير عندنا بالميترال فالف، بالايورتيك فالف، وتنتهي يصير هذا فرايابل ليجن، وبعدين يسوي اوبستركشن للفالف اوريفيس، او بعض الاحيان المسوينا اوبستركشن قلنا احتمال حتى الجيرج يسوي لنا، او ميورال اندوكارديتس اللي نشوفه بالكونجنتال ديفكت خصوصا بالفي اس دي يعني فنتريكولار سبتال ديفكت اور ان ثرومبوي اوفرلاينج اند انفاكشن، نشوف الميورال اندوكارديتس. الكومبليكيشن مال اندوكارديتس اللي مهمه كلش هي اما سوينا فالف ديستركشن وتنتهي لو بريجيرز لو ستينوسيس، لو سوينا سبتيك امبولاي وحكينا عليها بالمحاضره السابقه، او سوينا اميون كومبلكس فورميشن ديبوزيشن، وبعض الاحيان سوينا بيرزيستنت سبسيس. ولهذا السبب يعتبر اندوكارديتس ريسك ديزيز، قد ينتهي بديث باي لحظه. لهذا السبب لازم نعالجه وناخذ وياه كومبينيشن اوف انتي بكتيريال دراج. ومع ذلك اهم شيء ان احنا ما نوصل للانفكتيف اندوكارديتس، نعالج الاسباب المؤديه لها ونمنع الكومبليكيشن. واتمنى تكون المحاضره لكم مفيده وممتعه، وان شاء الله اتقبل منكم الاسئله ترسلوا لي اياها. اشكركم طلاب على الاصغار.